الحمل والبنات الصغيرين اللي لسه متجوزين، وطبيعي جدا كل واحده فيهم نفسها تكون ام. في علامات، في خطوات مفروض ان احنا نعملها لو شكينا ان انا ممكن اكون حامل. طب اعمل ايه؟ اروح فين؟ كل ده احنا جايبينه النهارده وهنعرف عنه كل حاجه من خلال الدكتوره رانيا حمدي، استشاري امراض النساء والتوليد ورئيس قسم النساء بمستشفى الجراء. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور، نورتينا وشرفتينا. بنجد تحيه مره تانيه لكل المشاهدين. الدكتوره رانيا حمدي، اعرف منين اني حامل؟ كلنا بنجيب التست، الاختبار البسيط، الاختبار بتاع الصيدليه ده، والمشاعر بقى بتختلف. هل هو ده الحاجه الوحيده او الحاجه اللي ممكن دقيقة تبقى دقيقه انها تقول ان انا حامل؟ بصي، الاختبار اللي هو المنزلي او اللي بنسميه اختبار الحمل في البول ده غير دقيق 100%. الادق او ادق حاجه انا بعملها اختبار الحمل عن طريق الدم. لو انا عملت تيست عن طريق الدم طلع بوزيتيف يبقى انا حامل. عن طريق البول ممكن يبقى حامل او ممكن ابقى مش حامل. طب ليه بقى؟ ازاي ابقى مش حامل ويعمل الشرطتين؟ ده غير دقيق. هو كده في اي تيست او اي اختبار له حاجه اسمها الدقه. يعني لو طلع بوزيتيف يبقى انا اكيد حامل. وممكن يطلع نيجاتيف وانا حامل. فهو مش ادق حاجه، الادق اختبار الدم. او طبعا لو بتروحي عند طبيب امراض النساء والتوليد دكتور النساء بيعمل سونار بيشوف كيس الحمل او بيشوف الجنين. يبقى انا شهور حامل. طب دكتور، انا النهارده السونار، في مقوله بتقول ما تكترش من السونار لما اعرف ان هي البنوته حامل. بلاش سونار كتير، اصل الريز والكلام ده بتاذي الطفل. هل ده كلام حقيقي؟ للاسف دي حاجه متوارثه. متوارثه ومتعارف عليها من زمان. ما تعرضيش الواد للسونار. ماما قالت لي ما تعمليش اشعه البطنيه كل مره. لا، المفروض ان الموجات الفوق صوتيه زي اسمها بالظبط، موجات فوق صوتيه، هي عباره عن نوع من انواع طبقات الصوت زي صوتي انا كده بالظبط. التعرض ليها مش بيعمل مشكله ولا بيعمل للجنين مشكله ولا بيعمل اي حاجه. اللي ليها وقت معين بتتعمل فيه او عدد مرات او فتره انا بعمل فيها، اللي هي الكالر دوبلر او الدوبلر، الاشعه الدوبلر الملونه، هي دي اللي ليها ماكسيمم او ليها مده معينه ومش بتتعمل روتين. ايه الدوبلر الملونه دي؟ قول ايه اغراضها؟ دي بتتعمل عشان اقيس كميه الدم اللي رايح من والى الجنين عن طريق الدوره الدمويه اللي موجوده في المشيمه. اوكي. او ممكن بستخدمها ان انا بقيس كميه الدم اللي واصله لمخ الطفل ذات نفسه جوه البطن الام. فدي ما بتعملش كتير. لا، دي ما بتعملش الا لما تكون انديكيتد او ليها سبب. انا عندي سبب لازم اعمل عشان الدكتور. بناء على الدكتور هو اللي بيطلب، هو اللي بيحدد. اوكي. ده اللي هو ثلاثي الابعاد؟ لا لا، الدوبلر حاجه تانية خالص. طب ثلاثي الابعاد امتى اعمله وببقى عايزه اشوف ايه؟ بصي، دايما اقول الثلاثي او الرباعي او الخماسي دلوقتي الموجود هو تقسيم لثنائي الابعاد من الاخر. يعني دايما بنعمل تشيك بي لو انا شايفه في مشكله عندي في الجنين، والمفروض ان الطبيعي بعمله روتين لكل البنات من عمر الجنين من 18 ل 20 او 22 اسبوع. الحاجة الوحيدة اللي بيزودها هي ان انا بتشك القلب عامل ازاي، هل انا عندي مشكلة في القلب بتاع الطفل ولا لا، او اي ديفورميشن بيبان بالسونار الثنائي برضو. سونار ثنائي الابعاد، انت حتى الطفل الداون او الطفل المغولي بيبان بنسبة 60% بالسونار ثنائي الابعاد عند عمر من 12 ل 14 اسبوع. بيبان من الشكل؟ لا، مش من الشكل. في حاجة اسمها شفافية العنق، انا بقيسها بمنطقة معينة انا ببقى عارفة هل الطفل ده في احتمال ان هو يبقى داون او لا. اوكي. وبرده من ضمن الحاجات اللي بتبين وجود او عدم وجود عظمه المناخير، اللي هي بنسميها النيزل بون او عظمه الانف، لو الطفل داون مش بتبقاش موجوده. دقته 60%، في 40% من الاطفال ما بتتشخص، بس 60% بتشخص. طب دكتور رانيا، البنوته جت وعرفت انها حامل، تخرج من عند حضرتك، ايه الخطوات الصح اللي هي تعملها لغايه ميعاد الكشف الطبي؟ وبعد قد ايه الكشف يبقى بعد اهم حاجه؟ رقم واحد الالتزام بالمواعيد الزياره، والالتزام بالتعليمات اللي احنا اتفقنا عليها. ان احنا انت جيتي انا قلت لك حضرتك حامل يا فندم، المفروض بتستعملي او بتتبعي التعليمات اللي انا بقولها. اللي هي ايه بقى؟ ممنوع الكافيين بجرعات عاليه، يعني انا مسموح لي ب 30 جرام كافيين. طبعا لان معظم البنات اللي هو كام فنجان قهوه؟ مش كام فنجان قهوه، القهوه دي كتير قوي. اسمها كوبايه شاي. كوبايه شاي؟ مفيش قهوه. مفيش قهوه. ليه بقى؟ ليه يا دكتور؟ بتعمل انيميا، بتعمل انقباضات في الرحم، ممكن تسبب ولاده مبكره او اجهاض.
القهوه كتير تعمل انيميا؟ طبعا يعني بتتعارض مع امتصاص الحديد. طب الكافيين ده داخل في القهوه اللي بتدوب في الميه انا قلت لك ايه انا ليا ايه كام جرام في اليوم من الشاي؟ من الشاي ما قلتيش قهوه دي ممنوعه؟ لا ما جبناش قهوه خالص. اه ممنوعه يعني. طب والقهوه حتى في الانسان العادي بتعمل كده؟ طبعا كسر الحديد. هي مشكلتنا هنا في مصر الاساسيه ايه؟ كوبايه الشاي اللي بعد الغدا. ده حقيقي. هي دي اللي عامله الانيميا. طب ما هو بعد الفطار الناس بتاخد فنجان قهوه. ما هو نفس الحكايه. ده كسر ده انت لفتي نظري لحاجه ان فعلا القهوه ممكن تجيب انيميا لان انا بنوتي مثلا طول الوقت بتشرب بالمج القهوه اللي بتدوب دي يا سخن يا ساقع. هو ده بدل الشرب ففعلا في تحاليلها فيها انيميا. ما هي دي مشكله. هي دي مشكلتنا ان احنا العادات الصحيه الغذائيه الخاطئه. طالما في بيبي المفروض ان كل ده بيتغير. انت مشكلتك ما بتبقى مع البنوته الصغننه انها اتعودت على ده عمر كامل طويل. طب دكتور لو بنوته زي دي جايه لك وهي عندها انيميا واكتشفت ان هي حامل نقطه ومن اول السطر بقى ايه بقى؟ بنبتدي ناخد في اول 3 شهور بعض المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على ماده اسمها اللاكتوفيرين. دي امان اول 3 شهور وبقول لها على بعض التعليمات في الاكل، هنفطر ايه، هنتغدى ايه، هنتعشى ايه، هنركز في اكلنا على اللحوم، الفراخ، الاسماك، تفاح، موز، البنجر، العسل الاسود، يعني كنت بقول لها شويه التعليمات، نمنع بقى الكافيين خالص، نقسم الوجبات بين الوجبات ما تقعدش، بنبتدي ايه واحده واحده مع بعض. انا يهمني ان انت ما تتخنيش بس في نفس الوقت تاكلي كويس. طب في بنات كتير معتقدين ان احنا لما بيسمعوا ان انا عندي انيميا ده العادي. لا ده مش كبير، ده مش العادي، مش هيأثر عليا بعد ما ولد. لا حتى في الولاده، حتى في الولاده ممكن. طبعا انا لو انا بعمل بلان او بعمل خطه ان انا اولد طبيعي انا لازم اكون معالجه الانيميا. يعني الانيميا من ضمن الاسباب اللي بتعمل حاجه عندنا اسمها الانيرشيا او ان الرحم اثناء الطلق او اثناء انقباضات الرحم ما يفتحش، ممكن يفضل مقفول، عنق الرحم مقفول او يوصل لحد ساعه معينه وما يزيدش عن كده. فدايما فانا دايما ببقى حريصه ان انا اعمل كوريكشن او اصلح الانيميا. يعني الانيميا لازم نديها قيمتها طبعا، احنا بنستهين بيها. لا طبعا عرض لمرض زي ما بيقولوا. هي مرض، هي مرض، هي مرض. اعراضها بقى كتير، بتحس انها ضربات قلبها سريعه، ديزني او مش عارفه اخد نفسي، بدوخ لو قاعده وجيت اقف، الدنيا بتسود، حاجات كتير جدا. ابسط حاجه بتعملها الانيميا اكتئاب. بتعمل نوع من انواع الاكتئاب، انت اكنك ماسكه المخ حاطه ايدك على مناخيرك، انا مش بوصل اكسجين. طب اكيد مش هبقى مبسوط. مش هي حامل بس هي عندها مزاج في القهوه والشاي. تاخدوا ديكاف؟ نعم تاخدوا ديكاف خالي بدون كافيين. ازاي بدون كافيين؟ ما بيتباع في بدون كافيين، في شاي بدون كافيين، في نسكافيه بدون كافيين ديكاف. في دي كاف، لكن في شاي تاخده شاي اخضر مثلا. شاي اخضر افرضي هي مزاجها الشاي العادي او القهوه. لا مش وقته بقى، دول خالص دول كام شهر بقى. ممنوع تماما ده الحمد لله. مش ان هو تاخده مثلا مره وبعد الاكل بكذا. لا بصي انا دايما بخاف، انا من الاول بنمنع. نمنع دي بتبقى عباره عن كوبايتين ثلاثه من ورايا. طيب لو لا قدر الله حصل لها سكر الحمل ايه اصلا؟ انا عمري ما بعرف ايه اعراض. لا بصي احنا المفروض ان احنا بنيجي في البدايه بنعمل سكر عشوائي حسب الرقم اللي بيطلع، انا بطلب بعد كده يا منحنى سكر يا اما بطلب السكر او الهيموجلوبين السكري اللي هو التراكمي بيديني المتوسط في خلال اخر 3 شهور، او بطلب حاجه اسمها منحنى سكر. وطول ما انا ماشيه في الحمل بطلب السكر ابتداء من اول 24 اسبوع. 24 اسبوع ببساطه يعني نقول نص الخامس. يعني كتير من البنات بتتخض ان انا باجي في الخامس بطلب تحاليل او بطلبها كل شهر. وانت شاكه في حاجه؟ لا انا مش شاكه في حاجه، ده الروتين. المفروض ان احنا كل شهر ببقى عارفه انا فين من الهيموجلوبين، هل انا عندي انيميا ولا لا، هل انا عندي مشكله في البول، حصل معايا شويه التهابات في صديد في في في، او انا عندي مشكله في السكر. دي خطه للاطمئنان. مش معناها ان في حاجه، بس معناها ان انا بتفادى حدوث حاجه. الهدف من المتابعه مش علاج المشكلة، الهدف من المتابعة رقم واحد تجنب إن ما يحصلش مشكلة أو إن أنا أتعامل معاها بدري ما أوصلش لحد إن أنا عندي مشكلة كبيرة. طب لنقول مثلا قلة الخبرة، إيه العلامات اللي بتقول إن الحمل ده مش مظبوط؟ حاجات كتيرة جدا، واللي بيقدر يعمل لها تقييم هو دكتور النساء. أبسطها رقم واحد السونار. لا
امتى ايه الحاجات يعني؟ ايوه ايه الحاجات اللي تخليني الاول اروح للدكتور نفسي اقول له انا مش مظبوطه غير المفروض النزيف؟ ان انا التزم بمواعيد الزياره بتاعتي، ده رقم واحد. ماشي يا دكتور، بس سافرت حصل ظروف. ما هو بصي، مش المفروض ان انا حتى لو سافرت ان انا اروح اطمن ويبقى في كونتاكت بيني وبين الدكتور المتابع؟ وبعدين متابعه الحمل شيء مهم جدا، والغلطه اللي احنا كتير هنا في مصر بنعملها ان انا ابقى مع فلان النهارده مع فلان تاني بكره لا، غير ما بتبقى الحاله معايا من الاول انا عارفه هي ماشيه ازاي، حافظه حافظه المريض بتاعك وعارفه النمو الجنين هو ايه. كانت عندي المره اللي فاتت كان الحجم كذا، كان الوزن كذا، كميه الميه كذا، المشيمه كذا، انا ببقى عارفه. لا ظهرت قدامي علامه، او ببقى عارفه ان الام مثلا حجمها صغير او هي كلها صغنطوطه جايبه سفروت، او ان حجم الطفل ابتدى يزيد فجاه، او ان كميه الميه ابتدت تزيد او ابتدت تقل، او ان المشيمه ابتدى يحصل عليها تكلسات او ابتدت تعجز. فحاجات كتير جدا بتعرفني المريضه بتاعتي ماشيه ازاي. انا اجيلك او اقلق لما الاقي اقلق، لما مش اقلق اقول انا حامل يبقى لازم اتابع، لازم اروح بانتظام. لكن انا من خلفت قبل كده مرتين وعارفه الدنيا ماشيه ازاي. ما هو ده اللي بيحصل، ما دي المشكله. يعني خلينا نبقى صراحه برضو، هي مشكله المفروض ان فيها وعي، بس نص الامهات اللي خلفوا مره واثنين في الثالث يعني احنا عارفين، هنبقى عارفين احسن من الدكتوره. طب لو احنا قلنا احسن من الدكتوره، ايه الحاجات يا ست الكل اللي لو شفتيها روحي للدكتور؟ ابسط حاجه لو حركه الجنين ابتدت تقل او ابتديت ما احسش بيها، بعديها لو انا ابتديت اورم او انفخ، اوكي، احس بصداع، دوخه، زغلله، الم في البطن فوق من اعلى ناحيه المعده، دي حاجات ممكن تكون علامات لحاجه مشكله كبيره. الم عند عضله السمانه في الرجل الخلفيه، دي مهمه قوي، دي معلومه جدا. دي مهمه جدا. ليه يا دكتور؟ بدايه جلطه. اوكي، يا ساتر. السيده الحامل حتى لو ده اول حمل ليا ممكن تكون معرضه لجلطات. طيب هل الحمل ممكن يرفع الضغط؟ ولو انا اصلا داخله الحمل وانا لا قدر الله عندي ضغط؟ بصي، ضغط الحمل ده عنوان لموضوع كبير جدا. لو انا اوريدي داخله الحمل ضغطي عالي، ده اسمه ضغط عالي عادي، انا بتعامل معاه باسلوب معين وبحافظ على ان الضغط يكون مظبوط وان انا ما يظهرش عندي زلال او تتلخبط نسبه تحليل معين انا بعمله في الدم، اللي هو نسبه الالبومين او البروتين البشري للكرياتينين. فلو ده ماشي كويس، لا خلاص انا عندي ضغط مزمن. غير انا بدأ الحمل وابتدى ضغطي يعلى، هل ضغطي عالي لوحده ولا ابتدى يحصل عندي مشكله في التحاليل؟ ابتدى يحصل عندي مشكله في حجم الجنين، ابتدى يحصل عندي مشكله في حجم السائل اللي موجود حوالين الجنين او الميه، ابتدى يحصل عندي مشكله في النمو. كل ده بيفرق ضغط الحمل من تسمم بقى الحمل، وده له طريقه وسكه في التعامل، وده له طريقه وسكه في التعامل مختلفه تماما. دي حاجة ودي حاجة. طب نقول ده سكته ايه في التعامل وده سكته ايه في التعامل؟ لا، ال الضغط المزمن انا بعمل له كنترول او بسيطر عليه وبكمل على طول. لكن لو انا عندي مشكلة في تسمم حملة او ظهور زلال، انا ممكن باخد قرار ان انا انهي الحمل او ان انا هولد. للدرجة دي؟ طبعا. بغض النظر عن عمر الجنين قد ايه؟ طب في اوقات البنات بيبقوا معتقدين ان اول ما بيظهروا عليهم علامات الحمل بعد شهر اتنين البطن بتاخد شكل. في بعض البنات ما بيبانش عليهم ان هم حامل وتلاقيهم معديين مثلا 6 و7، هل ده في الجين ولا ده طبيعي الجسم ولا ده خطوره؟ ده طبيعي. ولا هيجيبوا سفروته؟ لا بصي، حجم البيبي او حجم الجنين غير مرتبط بحجم البطن. بجد؟ هو مرتبط بارتفاعها مش بقد ايه بالعرض. احنا حتى لما بنيجي نقيس بنقيس بالارتفاع، انا عندي الرحم على بعد قد ايه، ده رقم واحد. جسم الام هل هي تخينه ولا الجسم رفيع؟ عضلات البطن ضعيفه ولا مترهله؟ هل ده الحمل الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ واهم من كل دوت ان انا لما بعمل السونار بعرف البيبي حجمه قد ايه. محدش بيعرف حجم الجنين غير الدكتور وهو بيعمل سونار. هو السونار بنوضح ان السونار ده هو ده اللغه اهم حاجه اللي بتفهمك ايه اللي جوه عينيا. ما هو ده بالظبط، العينين اللي بتشوفي بيها الخريطه بدقه بكل تفاصيلها. ايه اخطر الحاجات اللي انت حضرتك دكتوره تقولي لها، تقولي لاي بنوته حامل انها تحذر منها؟
بصي، هو دايما البنات بتستهون في المجهود في العلاقه الزوجيه، في لبس الكعب العالي. يعني الكعب العالي انا دايما اقول ده مش عشان خاطر البيبي، الكعب العالي ده عشان خاطر ظهر حضرتك. المفروض ان انا اثناء الحمل بيحصل الارتخاء في الاربطه الموجوده. معظم البنات ممكن تطلع من الحمل بديسك او في الام في الحوض بسبب الكعب العالي. فالكعب العالي ممنوع. ممنوع السفر فتره طويله. في العربيه. في العربيه او القعاد فتره طويله. او طياره. برضه فتره طويله. المفروض ان الحامل ما تقعدش فتره طويله لان احنا بنخاف عليها من الجلطات. حتى لو حضرتك مضطره ان انت تسافري المفروض بترفعي رجليكي. أو بتلبسي شراب ضاغط. طب أمال اللي بيسافروا يولدوا في أمريكا عشان ياخدوا الجنسية دول بتقولي لهم مثلا يعملوا وأنت مسافرة حضرتك ممكن تقومي كل ساعتين تتمشي دقيقة أو تقعدي وأنت قاعدة ما تبقاش رجلك ملامسة للكرسي فترة طويلة، بدليها ارفعيها لفوق، البسي شراب ضاغط. هي كل الحكاية إن ما يحصلش تجلط للدم أو الدم ما يحصلوش نوع من أنواع الركود. دكتور رانيا احنا عم نستفيد من حضرتك، ميرسي جدا جدا على المعلومات القيمه. ميرسي قوي حضرتك. سهير اسعدتينا ونورتينا، ميرسي يا دكتور، ويا رب دايما كل مشاهدي الستات بألف خير. دمتم بخير، نشوفكم على خير. نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده والستات.